بيتكلم ان شاء الله على chapter 6 and Marquis of Evermond. بيتكلم هنا a second horrible scene in the story, which is the scene of what? The scene of the Marquis. Marquis means الماركيز, أو ده واحد مثلا من ال rich people أو noblemen. He was riding his carriage. كان راكب العربية بتاعته أو العربة بتاعته زي ما احنا بنقول. And noblemen أو rich men used to harry in the streets of Paris. كانوا متعودين إن هم ولما يمشوا حضرتك بسرعة. عاملة شير سكرين المفروض أنا عاملة جايبة بس البورد, مش عاملة حاجة تانية ولا إيه؟ تمام، تمام؟ اصل ما كانتش واضحة قبل كده. ماشي يا حبيبي. طيب بقول إن النوبل مان اللي هم الناس الأغنياء بيبقى عندهم كارج اللي هي العربات الكبيرة ديت اللي بيبقوا قاعدين فيها زي زمان. وطبعا في هنا هورسز يعني إيه؟ هورسز اللي هي الحصنة, تمام؟ الهورسز هي اللي بت إيه بتسوق الكارج دي. طبعا في أكتر من هورس بيزق العربية أو بيشد العربية. هم كانوا they used to move very fast, كانوا بيتحركوا بسرعة جدا. and they couldn't or they don't care about the people, ما كانوش بيهتموا بالناس, تمام؟ في مشهد بقى قاسي في المشاهد ديت هنشوف ان الماركوز اوف ايفرموند while he was riding his carriage he will hit one boy, هيخبط ولد ويموته by his ايه by his carriage, تمام؟ after the boy was dead, طبعا هنلاقي the father of the boy was very sad and he was weeping because of the death of his son. الراجل ده زعلان وقعد يبكي على ايه موت ابنه. فهنلاقي ان مسيو ديفارج هيقرب منه يقول له ايه ما تزعلش, don't be sad, it's better for the boy to die like this, من الاحسن الفقراء ان هم يموتوا, تمام؟ هنا بقى الماركوز اوف ايفرموند لما هو بس الكلام ده كله في فرنسا صح؟ كل ده فرنسا, بنتكلم في فرنسا, ما دام ماركوز وايفرموند ده فرنش, تمام؟ ده ان فرانس, تمام؟ طب عندي بقى اسمائهم يا مس بتتكتب ازاي عشان لو جيت اكتبها قبل كده اللي بعد هي كده؟ ايفرموند, ميركو اللي هي ها اسمه غريب شوية، ميركو والديفيرج ماركوز اوف ايفرموند, عندي ماركوز اوف ايفرموند, تمام؟ ايفرموند يقول لي هنا ان الماركوز لما يشوف المشهد ده او مشهد ان الولد وهو زعلان او بيموت يعني هيقوم حادف كوين كده, هيقوم رامي كوين لمين؟ لابو الولد, تمام؟ هيرمي له كوين عمله ذهبيه يعني مقابل ابنه اللي مات, تمام؟ just like this as if he is an animal, كما لو انه كان ايه كان حيوان, تمام؟ هيقوم هرمي له عمله ذهب, تمام؟ يعني ولما يسمع ابنه مات هو موت ابنه, الماركوز of Evermond killed the boy, قتل مين؟ قتل الولد, تمام؟ ومقابل ان هو قتل الولد حذف له ايه؟ حذف له عمله ذهب, جنيه ذهب مثلا, تمام؟ حذف لباباه كتعويض يعني ان الولد مات. ولما سمع مسيو دي فارجو بيقول له it's better for people like him to die, من الاحسن للفقراء ان هم يموتوا, راح حذف عمله كمان لمين؟ لمسيو دي فارج, تمام؟ ففي ثانيتين لقى ان في عمله من العملات ديت اترمت على الماركوز اوف ايفرموند. طبعا اتضايق جدا وكان بيقول لهم يعني بيستحل لهم بيقول لهم لو انا عرفت if I know who did this, لو انا عرفت مين اللي عمل كده I will punish him, هعاقبه عقاب شديد, تمام؟ طيب قدام شويه بقى هنعرف ان الراجل اللي مات ابنه ده مين؟ ده جاسبرد. جاسبرد اللي احنا شفناه في اول القصه اللي كان بيعمل جاسبرد ايه؟ اللي كاتب كلمة بلاد. ايوه اسم الله عليك, هو ده جاسبرد اللي ايه؟ اللي ابنه مات, تمام؟ ده مصيبة، ده هيعمل ثورة عشان ايوه ابنه اللي عشان مات. ابنه وعشان اللي حصل ده, تمام؟ فنعرف بعد كده ان جاسبرد طبعا هو ابو الطفل ده, تمام؟ والله صدفة. طيب برضو هنلاحظ برضو بالرغم ان الراجل الماركوز ده ايفرموند كيلد ذا بوي he didn't care about him, ما كانش مهتم بالولد, he only cared about his horses, كل اللي هو همه يبص على الهورسز بتوعه, هل الهورسز بتوعه كويسين ولا لا, الحصنه كويسه ولا مش كويسه, طب يا مس، هو تمام؟ اللي قتل الولد اللي هو اللي كان سايق الحصانة ذات نفسه مش اللي جوه طبعا؟ طبعا يعني هو ما هو المركز برضو طب هو هينزل المسؤول, يشوف الحصانة يعني؟ هو ما بصش على الولد اللي مات, هو بص على الحصانه بتاعته بيشوف الحصانه كويسه ولا مش كويسه, خايف على الحصان مش أحسن خايف على البني رجلهم ادمين, الضوافر رجلهم تتكسر. ممكن ضفر او شعرهم يتنكش, ممكن حاجه something like this anyhow. فهنا بيعبر لنا او تشارلز ديكنز الكاتب يعني او الرايتر بيقول how tough how cruel are those nobles, يعني ازاي الناس الاغنياء دولت كرو الاسيين وطف قلبهم قاسي كان حجر ومعامله الايه الاطفال او معامله البيبول خصوصا البور بيبول,
هنشوف شوية مدام ديفورج هتظهر على الساحة وتبص على اللي حصل للولد وتبص على الماركوز، تبص له كده بصة كلها تحدي، يعني كأنها بتقول بتستحلف له يا رخلة إن هيحصل لها، هيحصل له حاجة إن شاء الله قريب. والماركوز بقى ماشي بالكارج بتاعته أو بالعربية بتاعته، هنلاقي إن في واحد اسمه الرود مندر، الرود مندر اللي هو اللي بيصلح الطريق، هيقول له أو هياخد باله إن في حد متعلق في عربية مين؟ الماركوز أوف إيفرموند. تمام؟ عبال ما الماركوز أوف إيفرموند يبص على العربية مش هيلاقي حاجة موجودة. أوكي؟ مش هيلاقي ايه يا مس مش اللي مش هيلاقي حد موجود؟ موجود، يعني هو كان في حد مستخبي في العربية عشان يعمل حاجة. تمام؟ لما الماركوز يجي يبص مش معلش هيلاقي ايه ده يا حد. مس الحته القطعه دي ثاني؟ تاني حاجة بقول إنه والماركوز ماشي في العربية بتاعته أو الكارج بتاعته، في واحد اسمه رود مندر، الراجل اللي شغال على الطريق او بيصلح الطريق، هيقول له خلي بالك في حد ايه مستخبي في العربيه او في حد متعلق في العربيه من ورا. فالمركز هيجي يبص كده مش هيلاقي حد موجود. تمام؟ أظن هي كانت خدعة ولا حاجة عشان يسرق لا مش العربية. خدعه، مش كده، هيحصل ريفنج، ريفنج اللي هو هياخد بطاله. اوكي؟ تمام؟ تمام. تمام. طب يا مس، هو بعدها ميركوري اللي هو الاسم ده يا مس، هو ده اللي هو اللي كان سايق الحصانة ولا اللي كان جوه العربية؟ الماركوز اوفرمان طبعا هو اللي كان جوه العربيه، هو مش هو اللي سوق الحصان. تمام؟ طب واللي سايق الحصان ده اسمه ايه؟ لا ده واحد بيشتغل عنده، ما ذكرش اسمه، هو كل اللي ذكر ان الراجل او الماركوز اللي جوه العربيه ده ما كانش مهتم بالراجل بالطفل اللي مات، كان كل اهتمامه بمين؟ بالحصانه بتاعته بس وخلاص. اوكي؟ يعني هو حتى وقف لما العربية اتضايق، مخصوص عشان ينزل يشوف حتى لما الناس هنا، ما اتجمعت، هوش السواق هو اللي نزل يشوف اللي. لا حتى لما الناس اتجمعت وبدات تبص على الموقف ما همهوش اي حاجه الا الحصان او الحصان. اوكي؟ في اخر بقى تمام. الشابتر هنلاقي ان في حصل، هنعرف ان الماركوز اوف ايفرموند ده هو one of the relative of Charles Darnay، احد قرايب او عم او من عيله تشارلز دارني، ونعرف الديفرنس بين تشارلز دارني اند ماركوز اوف ايفرموند، ان تشارلز دارني مختلف تماما، دورني مختلف تماما عن الراجل ده اللي هو ماركوز اوف ايفرمون. ازاي؟ هنعرف ان دورني جيف اب اول هيز بروبرتيز، يعني ساب كل البروبرتيز بتاعته تو ذا بور، يبقى جيف اول هيز بروبرتيز تو ذا بور. تمام؟ he didn't want to take any money, he didn't want to be one of the nobles، ما كانش عايز يبقى nobles، ما كانش عايز يبقى rich. He decided to leave all this and to work to get money or to earn money. طبعا الماركوز اوف اوفرموند he found him like a crazy man، شايفه كانه ايه راجل مجنون، ان هو ازاي يسيب كل ده ويروح يشتغل مع انه واحد من النوبل او الايه الريتش بيبل. تمام؟ This is the chapter. Let's start reading. في اي حاجه مش واضحه الاول قبل ما نبدا القرايه؟ شباب؟ لا مس. طيب نبص بس هو كده مس بس اللي واقع مني قوي في الشابات دي كلها اللي هو شابتر 5، شابتر لسه 5. هبقى راجع عليه بقى اقرا. شابتر 5 سهل جدا، مفيش فيه حاجه. شابتر 5 كل اللي فيه ان لوسي مانات بتقدم لها خطاب، ناس عايزين يتجوزوها، ان ميس بروس ما كانتش شايفه ان ولا واحد فيهم كويس بالنسبه لها، كان مستر لوري كان بيبص على الشو ميكنج تولز اللي هي ادوات صناعه الاحذيه، كان الأحذية متعجب ان مستر دكتور مانيت كيب ذيس تولز، كان متعجب ان هو ليه سايب التولز دي عنده. واخر حاجه خالص الحوار او الديالوج بتوين دارني اند دكتور مانيت اباوت ذا دكتور من بريزنر، البريزنر اللي هو الولد اللي كان مسجون، كان بيكتب جوابات وهو في السجن، اللي خلى دكتور مانيت يفتكر اللي كان هو نفسه بيعمله لما كان في السجن. طيب هبدا اول حاجه، ذا ماركوز اوف ايفرموند او سانت ايفرموند. A carriage dashed through the streets of Paris and advanced, leaving men and women screaming. يعني ايه هنا؟ يقول لي في عربيه كده اندفعت في شوارع باريس وبدات تعمل ايه؟ تتقدم بسرعه يعني الناس من كتر ما هي ماشيه بسرعه بدا الناس يصرخوا سواء رجاله او ستات. At the corner of a street fountain, the carriage hit a small boy. وفي بقى والعربيه ماشيه خبطت ولد صغير. It was common، خلي بالي بقى من الحته ديت اللي برضو دارني ديكنز او تشارلز ديكنز بيتكلم عليها، بيقول it was حاجة common، شائعة يعني. كان طبيعي كان عادي. It was a common thing for the nobles to drive on like that، ان هم يسوقوا بالطريقه ديت and leave wounded behind، وكانوا يسيبوا ناس متعورين وراهم.
The carriage of the Marquis of Evrémonde wouldn't have stopped hadn't one of the wheels been damaged. يعني بيقول إن عربية الماركوز ما كانتش هتقف إلا عشان عجلة من العجلات بتاعت العربية باظت أو اتحطمت أو طارت، تمام؟ عشان كده هو وقف. لما كانتش حصل كده كان هيكمل طريقه عادي ولا كأنه عمل حاجة. A tall man had carried the little boy and laid it on the basement of the fountain. في راجل طب طويل مثلا ما كانش في محاكم ايامها، يعني هو ممكن ما حدش ممكن كان يرفع قضية عليه لو في ده لو عدل، كان في يعني عدل، ما اعتقدش ان في ده لو عدل. كان ده لو كان في عدل، تمام؟ لما يكون في عدل نرفع قضية في المحكمة، إنما طول ما في اللي إحنا بنشوفه، إحنا بنشوفه دلوقتي كمان، مش ما فيش ما دام ما فيش عدل ما فيش محاكم. حتى المحاكم بيبقى فيها رشاوي وفيها مشاكل، عشان كده حصل ثورة. والثورة زي ما أنا قلت لك قبل كده إن الثورة الفرنسية اللي هي الفرنش ريفولوشن is one of the cruelest revolutions in the world، كانت من أقصى الثورات في العالم. أحسن والله، يستاهلوا يعني، هما يستاهلوا. يستاهلوا، بس انت لو انت سمعت وشفت هم عملوا ايه، بالرغم ان هم يتشير عنهم ان هم فرنسيين، ان هم محترمين، يعني ان هم ديمقراطيين، لا ده هم كانوا barbarians، كانوا ناس وحشين، تمام؟ المهم hadn't one of the wheels been damaged. A tall man had carried the little boy and laid it on the basement of the fountain. الراجل بقى شال الواد الصغير من على الارض وقعد ايه and was down in the mud weeping over the dead body of the child. قعد يبكي على جثة ابنه الصغير. محمد start the people. The people. Yes, close the. Yes, the The people people close the round. lose the round at the Marquis Marcus. with anger in their eyes. تمام. The Marquis More more concerned concerned about about his horse. horses looked out. Looked out at the crowd and inquired about that noise, and the driver told him that a little child was run over by the carriage and was killed. اه تمام. يبقى هو هنا الناس closed round، يعني حاوطت العربية وهي ايه كلها غضب بقى، يعني عينيهم مليان غضب، تمام. الماركوس بقى كان ايه، العربية وقفت في ساعتها أول ما اه اتخبط الوقت اصل وقفت عشان الإطار. عشان أنا الاطار فكرت بتاع يعني العربية، العجلة احد العجلات ايه باظت، تمام. فعشان كده هي وقفت. ما احنا قلنا ايه، لو ما كانش حصل كده كان كمل عادي. فكان الماركوس بقى ايه concerned about his horses، كل اللي همه he cared about his horses. looked out بس بقى الكراود كده وبيقول لهم ايه في ايه، ايه اللي حصل. فالدرايفر او السائق بتاع العربيه قال له ايه، ان احنا خبطنا ولد، والولد ده مات. بص بقى تعليق الماركوز، يعني حتى مش مثلا يقول كلمه طيبه، لا بص على التعليق يا محمد. go on the ماركوز Mark said it's extraordinary extraordinary to me that you people cannot take care of so yourselves and your children. تمام. استنى بقى، بيقول لك هنا ايه، بيقول it's extraordinary، يعني الموضوع ده حاجة غير طبيعية، حاجة غير عادية، إن الناس ما بتاخدش بالها من نفسها ومن أطفالها. خلي بالكم من نفسكم ومن أطفالكم. لا لا لا، طب أنتم شو كويسين. ها go on. One or the other of you is forever in the way. اه يعني لازم الواحد يشوف كده كل شوية يبقى في طريق وأنا ماشي بوسعوا لي الطريق، هو شايف كده. أنا عارف يعني كل شوية الواحد يعني. لا something like this yes I'm going How now do I know what injury. اه بص بقى كمان you الكلام have اللي done مستفز. horse. يس هاو دو إزاي اي نو، تعور يعني الحصان اه بتاعي؟ ازاي تعوره حصان، يعني مش خايف حتى الراجل اللي مات ده، هو خايف على الحصان. يس هيز ان بتنفذ والله، اه هيز ينفع ان، كده تعور الحصان يعني. لا ما ينفعش، مش صح. هيز ان ثرو ا He's in جولد كوين. threw a gold coin to the tall man, اها the father of ذا تشايلد. the child who Yes, he screamed screamed. once again, ده dead. اه الراجل بقى كان بيصرخ هو once again. مين اللي ادى فلوس لمين؟ مين؟ انت خمن مين اللي هيدي لمين؟ ما ها؟ مش مع ميركوس اها الماركوس تو مين؟ اللي هو بابا الواد اللي مات اه اللي يعني، هو ده جاسبر. الماركوس تو جاسبر. جاسبر، يبقى هو الماركوس حذف كده عملة كأن تعويض يعني ده مقابل الطفل، تمام؟ هنا بيقول له ما ايه؟ عندوش دم والله، اه تمام معلش. هو سكريمد عملة وانس اند دعوية هتبقى يعني تعوضه يعني على ابنه كده. ما هو شايف كده. داد داد، طبعا الراجل هيتجنن طبعا على ابنه، ربنا يا رب يعافينا. داد داد ها
The poor father. The poor father was arrested by Monsieur Duverge, who comforted him by saying it's better for the poor little plaything to die so than live. عشان نقول يعني حاجة كانت صعبة وهو ممكن ما ياكلش أيام ايوه احنا قلنا طبعا ان سانت انطوان بليس was very poor, people hungry all the time, they don't have money, they suffer a lot. فهو مستر ديفارج يعني ايه بيوسيه. It's better for the place little the poor little plaything, من الافضل للطفل الصغير ان هو يموت عن ان هو يعيش. طبعا الكلام ده عجب مين؟ الماركوز. يلا يا محمود complete. The Marcus thought it was a wise remark and and threw another coin to the wise man. يبقى هو شاف ايه؟ شاف ان الكلام ده عجبه. It was wise. كلام عادي. لحظة تاني. فراح حذف ايه لميسيو دي فارج كمان؟ كوين ذهب. Yes but the fresh but as he sat back and his set was satisfied smile. Satisfied smile with the air of gentleman gentleman a gentleman Yes. Who had accidentally broken something common and يعني بيقول لك بس برضو الكلام هنا بيقول لك ايه برجع بقى كده رجع ظهره ورا كده وهو قاعد في السيت بتاعه as a satisfied smile يعني بابتسامه رضا كده ان هو ايه واحد كسر حاجه ودفع حقها هو شايف كده يعني هو بيشبه الموقف تمام تمام who had accidentally broken something كسر حاجه من غير قصده تمام and paid for it ودفع مقابل اللي هو عمل يعني نفس الشيء اللي هو عمله ان هو موت الولد وراح دفع مقابل فهو حس بالرضا حتى ما فيش تنين ضمير ها go on the coin the coin come flying back into the carriage لا the بس Marcus الكوين رجع له تاني في الكاريج يعني في حد راح حدث له الكوين تاني او العمله اللي هو حدثها جت كانت هتيجي فيه يعني كانت هتعوره تمام طبعا الماركوس تمام متضايق يعني ازاي بيرفض النعمه yes go on The Marcus made with anger ordered the driver to stop and look at the people and said if he had ever known who threw the coin that the coin yes. he would have him crushed under the wheels under the wheel يعني ايه يعني بقول له بيقول لهم يعني هو بص لهم كده بغضب قال لهم عرفت مين اللي عملها ايوه هدوسه بعربيتي هدوس تحت عربيتي بالظبط crushed crushed يعني يسحقوا تمام yes go on the people remained silent and no eyes was raised no eye was raised ما حدش بص له because بص بقى الحته دي عشان تعرف يا محمد ان في محاكم ولا ما فيش because اذا because they know that such a man could do them could do Mr. Different yes could do to them. ممكن يعرف يعمل كده Monsieur Duverge Monsieur Duverge had disappeared Uh-huh. And in his place, there was his wife, Madame Defarge, looking يعني at the Marcus. مسيو ديفارج اختفى، يبقى هو شكله مسيو ديفارج هو اللي حدف الكوين، وفجأة مدام ديفارج هي اللي ظهرت، وبدأت تعمل إيه؟ looking the Marquis straight. Marquis straight into the eyes. كانت بتبص له في عينيه مباشرة، ما كانتش خايفة منه. تمام؟ هنعرف برضه الست دي برضه وراها إيه قدام شوية. Hours later, the carriage entered a poor village and stopped at a posting house to change horses. بعد شوية راح الماركوز بعربيته في poor village برضه قرية تانية فقيرة وقف عشان إيه؟ يعمل إيه؟ a posting house to change horses كان واقف يعني يغير الحصان عشان الحصان تتعب بعد فترة. The people of the village were very poor. They were fed on onions, leaves, grass, and whatever the earth yielded. يعني كانوا بياكلوا يا دوبك بس البصل الورق الشجر العشب اي حاجه من الارض بتطلعها او اي محصول besides they paid all sorts of taxes الناس دول كانوا بيدفعوا جميع انواع الضرائب for example tax for the landlords tax لاصحاب الاراضي او اصحاب الممتلكات church tax للكنيسه state tax للولايه local tax and general tax محلية المحليات يعني والعامة a matter which made them even poorer كل أنواع التاكس دي خلتهم إيه even poorer أفقر من كده كمان the land was very poor it gave only poor beans bees and poor vegetables المحصول بتاعها حتى الأرض من كتر من طبعا مفيش يعني مفيش مثلا إيه فلوس يجيبوا مثلا محاصيل كويسة أو بذور كويسة فحتى المحاصيل الزراعة طالعة بور ضعيفة سواء الفول أو البسلة أو الفيجيتابلز الخضار The village itself was also poor.
It had one poor street, one poor tavern, one poor stable yard, one poor fountain, and one poor chapel. خلي بالي هنا تكرار كلمة poor هنا بيعكس أو تشارلز ديكنز عايز يعكس أو reflects the poverty of this village. عايز يعكس فقر البلدي. بيقول الشارع كان فقير، التافرن أو الإنارة ضعيفة، الاستابل نفسه بتاع الحيوانات ضعيف، الفاونتن أو النافورة، والشيبل اللي هو حتى اللي هو بتاع الإيه الكنيسة أو المعبد الديني اللي موجود في المكان ده. محمد while waiting while waiting for his horses to be changed the marquis asked the road mender why he was gazing at him on the road. بيسال هنا بيسال الرود مندر اللي هو الراجل اللي بيصلح الطريق. الماركوس بيقول انت ليه بتبص عليا قوي قوي ومبرق لي كده او مركز معايا وانا ماشي على الطريق. The mender of the road told the marquis about a man who was swinging by the chains of a horse. كان في شايف يعني راجل مستخبي او متعلق في السلاسل بتاعه. يا مس هو يعني هو دلوقتي الراجل ده كان بيبص لماركوس وهو جوه العربيه. ماركوس وقف العربيه لا ونزل يقول انت بتبص لي ليه؟ لا ما كانش الراجل زعق في الاول وقال له في حاجه هو كان واقف عشان يغير الحصان. احنا قلنا الحصان بعد فتره بتتعب لان هو بيمشي بسرعه كبيره، فالحصان بيغيرها كل فتره مثلا كل 3 ساعات زي ما احنا مثلا العربيه بتحط لها بنزين. لا هم كانوا بيغيروا الحصان. تمام. فبيقول له يعني هو مستغرب بيقول انت بتبص لي كده ليه وانا يعني الماركوس بيقول انت بتبص على ايه؟ فراح قال له ان في حد متعلق في ايه في العربيه بتاعتك. تمام. swinging by the chains of the horse. كمل يا محمد يا محمود. Marcus got so angry and sent some of his men to look for that. Yes, men who looked like a spectre. يعني ايه؟ يعني هو طلب من بعض الرجال او السائقين بتوعه ان هو يروح يبصوا على الشخص المتعلق ده اللي هو اختفى فجأة زي الشبح او الجوز. تمام؟ So Marcus at No, thank you, Muhammad. At last. The Marcus at last. خلي بالي بقى هنا ان الماركوس اخيرا came at last to his house. رجع بقى بيته او القلعه بتاعته. محمود تمام اللي هي رقم 3 صح؟ لسه في رقم 3. احنا هنا the Marcus at last came to his house which was surrounded by tall trees. كان فيها حواليها tall trees اشجار طويله. يس فين كده يا مس؟ ثانيه شايف النور الاحمر ده؟ ماشي اصل انا عامل بالتليفون فانا بصيت عند صفحه السر. It was very splendid house. It was very splendid house. Well furnished. And خلي بالي من شويه كان بيوصف الشارع وبيوصف القريه ان هي فقيره بور بور بور. بص بقى على بيت الماركوز عامل ازاي؟ Very splendid house. Well furnished. تمام؟ تمام. And there was a hall full of hunting spears. يعني في صالة مليانة hunting spears اللي هي الرماح swords knives and loads of loads which were used for hiving the boar farmers. يعني في أسلحة زي swords اللي هي السيوف سكاكين بنسميه الكرباج اللي بيضرب بالفلاحين الفور. The Marquis was expecting a visitor from London. تمام. The visitor was his nephew who lived in London. يعني ابن اخوه. nephew معناه ابن اخوه. تمام. يعني الماركوز ده يعتبر عم تشارلز ديرني. يبقى the nephew who lived in London under the name of Charles Darnay. خلي بالنا ان احنا قلنا ان تشارلز ديرني ده مش اسمه الحقيقي. he was using a false name. هو مستخدم اسم ايه مستعار. تمام. okay, go on. The Marquis received him coldly. He didn't يعني بيقابل برود. He didn't even shake hand with him. At dinner. حتى ما سلمش عليه بإيده. At dinner. And at dinner conversation took place between them. Yes. Took place between them and we got the Charles quiet. تمام. حصل بيه في conversation أو حصل حديث وكان كان تشارلز دوني كان فيري كوايت يعني كان هادي بيتكلم بهدوء. وايه تاني؟ تمام. يعني مش تشارلز دوني راح لماركوس القصر بتاعه. ما احنا قلنا الماركوس ده يعتبر عمه. هو عمه عم دارني اخو بابا.
تمام. تمام قلنا ان شارلز دارنيه يعتبر من النوبل مان او الارستقراطس، يعتبر من الناس الاغنياء ريتش بيبول، ولكن هو ما حبش الطريقه اللي الناس بيعاملوا بيها الناس الفقراء، وساب البلد كلها وساب فلوس وساب حبته وراح عاش في لندن عشان يشتغل. تمام. هنا بيقول هنا وي جيت تو نو، يعني هنا بيعلق بيقول ان احنا بدانا نعرف ان دارنيه او تشارلز دارنيه واز كوايت ديفرنت فروم هيز انكل، مختلف تماما عن عمه. ازاي؟ سير Sir, we have done wrong, and are reaping the fruit of wrong. يعني بيقولوا احنا عملنا حاجات كتير غلط ودلوقتي بنجني ثمار الغلط اللي احنا عملناه. Said Charles to his uncle. And بيقول كان ده لعمه. Yes. Charles referred to the Marcus and his father who were twin brothers. يعني هو بيقصده او قصده بالكلام ده ان هو ايه؟ يلمح للماركوز واخوه اللي هما كانوا توين براذر، يعني توأم شبه بعض بالظبط. saying that they had punished everyone who interfered with their pleasure. With their pleasure. يعني كان اي حد بيقف في سبيل متعتهم او سعادتهم كان ايه؟ كان بيعاقبوه. And that his mother. That his mother. Mother هنا قصده ان دارنيز mother. His mother اللي هي دارنيز mother. On her deathbed وهي بتموت. On her deathbed begged him to be merciful to the people and يعني مامته وهي بتموت كانت بتقول له be merciful، خليك رحيم، خليك طيب، be kind to the people. تمام. And to make and make up for the wrong both his father and uncle had done. وبتقول له كمان انت المفروض تعوض او تدفع مقابل الحاجات الغلط اللي باباك عملها هو واخوه او هو وعمه. تمام. اخر حاجه هنا بيقول Charles told his uncle that his property and France were lost to him، يعني هو خلاص ضيع او ساب كل ممتلكاته، and that he would live in England where he wouldn't feel ashamed of his family name، هيعيش في انجلترا في مكان ما يبقاش خجلان من ايه؟ من عيله، من اسم عيلته. تمام. لان اسم عيلته احنا قلنا الناس ظلمه، ناس مفتريه، بيضربوا الفلاحين، بيقسوا عليهم، بيسرقوهم، بيقتلوهم، ومفيش رحمه. At night the marquis was stabbed by a knife on its handle a scrap of papery with he is ready for his tomb. This is from Jacks. يعني ايه؟ يعني بالليل خالص الماركوز has been killed، قتل، وفي كده ورقه مكتوبه جنبه ان خلاص ان الماركوز مستعد او جاهز للقبر بتاعه، وده اللي عمل الحركه ديت او اللي قام بالعمليه ديت الجاكس او الناس اللي هيعملوا ثوره بعد كده. اوكي تمام. هلو سامعني؟ تمام تمام ماشي تمام كده. يبقى هو هنا خلاص الماركوز الولد، هنعرف بقى ان الشخص اللي كان متعلق في العربيه بتاعه الماركوز ده جاسبر، هو wanted to revenge from the Marquis، كان عايز ينتقم من الماركوز because he killed his son، لأنه قتل ابنه. اوكي نبدأ في question number one. يقول هنا why did Evermond leave the reception angrily؟ ليه ماركوز Evermond ساب reception angrily أو ساب المكان بغضب؟ ليه محمد؟ The Marquis see Evermond angrily leaves the fancy reception, which was held.